معكم اخوكم ماجد العتيبي متحدي الجلد فقاعي. الجلد فقاعي هذا مرض في الجلد. وشو؟ مرض في الجلد. الجلد فقاعي ما عليك شر ان شاء الله من الولاده. الحمد لله متعايش معه ويا ربي لك الحمد. صح تمر ظروف الجلسه انها تتعبني بس الحمد لله ربي ان شاء الله ما يخيب التعب ان شاء الله. هذا مرض في الجلد يطلع زي فقاعات وبعض احيان يعني اي ضابه ينفسخ الجلد من 20 سنه من الولاده. الحمد لله ان شاء الله على صبر ايوب وربي لا فرج الله قريب ان شاء الله اروح واجي الحمد لله متعافي. وانا ويا ماجد فوق هالدنيا مبتلى الحمد لله كلنا مبتلين اللي مبتلى بشيء. وانت الوضع هذا معك من الصغر يعني من ولاده؟ ايه من ولاده ويعني مرض معي ودكتورتي في الحياه هذه اللي اوقف لها امي كلها امي. من هذا المنطلق ومن هذا المنطلق أم ماجد أمنا كلنا مستحيل لها الله يخليها لك. هي يعني صابرة معي ما فيها في الحياة هذه حتى الحج ما تحجع عشان يعني أنا بلا أمي ولا شيء يوميا يعني اوقف قدامها تعالجني يوم هذا يوم علاجي ما شاء الله. الحمد لله الله يخليها لك. انا من مثله ما في اجل وين ان شاء الله. انا بس احلمني اي شيء اي شيء تبغاني بس اصير انفذه لها ما في الحياه هذه. الله يعطيك القوه طال عمرك باذن الله تدخل في ماجد واسلم عليها. والله كل ابونا يسلم كلنا عيالها طال عمرك لا ينقص شيء وهذا الرب اقول لك كل شيء عند الله لكن الحمد لله الانسان ما يدري.